لا سلام يا بيك. أهلا رامي. خي خي صرت تحكي كمان؟ من وقت ما صار عمري سنة ونص وأنا بحكي. منيح منيح. بس بيك وصلوا قلن يتفضلوا. تفضلوا تفضلوا. الحمد لله على السلامة خيي. الحمد لله إنه الله استجيب طلباتي وشفق علينا وصرت أحسن. شو هالمسخرة هيدي؟ اطلع لبرا يا وقح. يلا. رامح عود. مانو سلاح يا عبو. هيدي آخر مرة بسمح لك فيها تعمل فيها سلاح يا عم. هيدي هون نشوف. تفضل يا بيك. زي عجلب. وطي سلاحك رامح. عم توقفي بوجي يا ست نرجس؟ عم تفدي بروحك للشحاد والشماح؟ عم قلك وطي سلاحك. انا واحد اللي مقرر هون. زيحي من عندي خالتي. زيحي بدي اتصافى انا والشاب الرومانسي الحلو. بعد رامح من هون. بعد. انت ما دخلك فينا. نحن ببيت نصر بيك مثل ما قال لك هو اللي بقرر شو لازم يصير. عم تتخبى بالستات يا جربوع؟ لو بدي اتخبى ما كنت جيت لهون. تعرف شو معناتها هيدي؟ واحد فلاح شحاد مثلك يتحدى البكوات بنص بعيدن. رامي إذا مش رح ترجع لمطرحك رح أتصرف معك بغير طريقة. دخيلك يا أمي تريكو. أنت ما خصك يصطفلوا بين بعضهم. ما بدنا نتورط بمشاكل كرمال حدا. لا يا أمي ظاهر صار لازم نتدخل لأنه ما في حدا بهيدا البيت بهمه الشرف والكرامة إلا أنا. بس أنا. خلص رامي ما تجبرني أتصرف معك بطريقة مش حلوة. اتركوا رامح. عم تتورط وتعمل مشكلة كبيرة بينك وبين البيك كرمال ناس ما بيحرزوا من الأساس. رامح وقف لي هالمهزلة وإلا رح أضطر أشحطك من بيتي. عم تشحطني من بيتك يا بيك؟ هلأ فقت إنه أنا بيك يا شاطر يا قبضاي؟ بوجودي أنا ما حدا بيسحب سلاحه. يكون بهلمك انه القايم مقام عرف انه انا تعفيت والليله بعت لي مندوب من قبله ليزورني ويهنيني بالسلامه. كان كتير مرتاح لما عرف انه انا تعفيت ورجعت لصحتي، خصوصا بعد ما سمع اخبارك وعرف تصرفاتك ومصايبك بهالكم يوم اللي انا مرضت فيهن وغبت عن الساحه. انت ايوب روح على شغلك وانت نرجس انا عايزك بكلمتين بمكتبي. من بعد اذنك يا بيك ايوب جوزي ولازم يكون. اعملي اللي عم قلك عليه وبس. يا حراس رافقوا ايوب على شغله وهو عدق وشوكي مفهوم؟ بالإذن
نرجس اديبي على المكتب. شو مستنظرة مني هلأ أعمل نرجس؟ كيف مستنظرة ساعدك لتطلع من القصة بدون شوشرة؟ ما بدي تساعدني، أنا أصلاً بحياتي ما استنظرت شي من حدا. كيف بدك تكفي حياتك وقصتك انفضحت وانتشرت بين الناس؟ واللي بيصير بهالحالة معروف، وأنا ما بقدر أهرب من اللي لازم أعمله. شو يعني؟ بدك تقتلني وتقتل أيوب؟ لا نصر، لا دخيلك، هي مثل أختي وأنا وياك منحبها كتير. بكفي إنه إجت بشرتني إنه فايز بعده عايش. ما رح تأذيها، ما رح أسمح لك تأذيها. شو مفتكرة إنك بتحبيها أكتر مني؟ نرجس رفيقتي وأختي من أول ما خلقت. ليه يا أختي حطيتيني بهالموقف الصعب؟ ليه؟ أنا حبيت أيوب من زمان وما قدرت أقاوم حبه، ولأني بنت عيلة وبخاف إني أعمل شي غلط وما بحب أتصرف بطريقة بتخجل، قررت أتجوز وأعيش معه بالحلال. ولأني بخاف عليك خيي وبتهمني مصلحتك كتير، وما بدي أبداً سبب لك أي إحراج قدام العالم، قررت أبقى معك هون وأخفي زواجي عن الكل. أنت بتعرف خيي من أنا وصبية ورثت مصاري كتير ومجوهرات، كان في أخذن وسفر أنا وأيوب لآخر الدنيا ونعيش سوا ما حدا يعرف، بس خفت عليك، خفت سبب لك فضيحة، خفت خلي الناس تشمت فيك. بزيت الوقت ما كان فيي أبعد عنكن وأترككن، عرفت إني رح أشتاق لكن، رح اشتاق للولاد ولإلك خيي. انت رفيق العمر، مش هيك قلت لي قبل شوي؟ ما كان فيي كمان اترك سليم قاعد على الكرسي. خلص سكتي نرجس. وبعدين صارت قصة لميس وبطل فيي اترك بالمرة. ما كان في اترك هالمعطرة كاملة وأنا عم شوفك في عم تنضرب بولادها واحد ورا التاني. قررت أبقى معكن وضحي بحياتي. يمكن لو القصة كانت بس واقفة عند بيي كنت تركته ما طلعت وراي، بس كان في أمي وأنتو كلكن. قررت أبقى معكن وضحي بحياتي الخاصة، قررت أنحرم الولاد وأحرم أيوب كمان من الولاد من إنه أعيش حياة حلوة، حياة زوجية طبيعية. كيف بدي أعمل هلأ أنا؟ كيف بدي أتصرف؟ ضايع يا عالم ضايع، ضيعت اختي ومصيبه ابن اختي اللي لازم اشحطه من هون اليوم قبل بكره، وابني اللي دفنته هو عايش. قديش بده يحمل هالجسم يا عالم؟ قديش بده يحمل؟